سيدي واحد المراو وراجلها جالسين كيتفرجوا في التلفازة. واحد شوية الراجل شاف مرتو لقاها ساهية، هو يقول لها: مراتي العزيزة فاش كتفكري؟ قالت له: كنفكر في داكشي اللي كتفكر فيه. هو ينوض عطاها قتلة ديال العصا، قال لها: كتفكري تزوجي عليا يا بنت الحرام. ودا واحد سيدي جالس هو ومرتو كيتصنتو على الراديو، هو يسمع في واحد البرنامج اللي عنده 9 د الوليدات يربح شي جائزة فيها شي 20 مليون. وهي تشوف فيها مراتو قالت له: شتي، كون عندنا 9 د الوليدات كون ربحنا حنا هاد الجائزة ديال 20 مليون. هو يقول لمرتو، قال لي: اش غنقول لك، انا ما عندي ما نخبي عليك، انا راه غلطت مع واحد المرأة قبل منك، وراه عندي معاها واحد 2 وليدات، وحنا عندنا 7 هي 9، غنمشي نجيبهم ونكملوا بهم 9 باش نربحوا هاد الجائزة ديال 20 مليون. مشى السيد جاب داك 2 وليدات، مين رجع ما لقى حتى واحد من ولادو. قال لي: هالمرأة فين هما وليداتي؟ قالت له: راه كل واحد جده أبوه. هادو سيدي واحد الجوج الدين موتهم للحج، بقاو مسافرين سيدي غادير في الطريق. واحد هو وامه كملوا للحج، والاخر سيدي تاخر شويه هو وامه. هذيك التاخير اللي تاخر شي واحد قال له: واش تزوجني امك؟ شاف امه قال ليها: شنو بان لك الوالده، واش تزوجي ولا نكملوا للحج؟ قلت له: وليدي نتزوج. زوجها وكمل هو الحج. لقى صاحبه الاخر داير امه على ظهره كيطف بيها. قالت له: فين هي امك؟ شتك جيتي غير بوحدك. قال لي: ها ودي اش غنقول لك، انا التاخير اللي تاخرت راني زوجتها فوق الدار ديال ولدها. قالت له: شتي المسخوط، شتي المرضي، جوج امه وانت جايبني للحج. هذا سيدي واحد الراجل اتصلوا به من المدرسه ديال ولده، قالوا له: غتصيفط واحد 600 درهم مع ولدك باش نشريو له واحد الكسوه ديال العسكر غيشارك بها في واحد المسرحيه ديال عيد المسيره. فهم قال لهم: ولدي غا خليوه بحوايجو وحسبوه مع بيليزاريو.